البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار. اختتمت جلسات التداول في عدد من البورصات العربية والخليجية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية مباشرة لنهاية عام 2016 من قاعة تداول البورصة القطرية. سريعا مشاهدينا الكرام نستعرض آخر الأخبار والمؤشرات الخاصة بانتهاء العام الجديد، العام 2016 وبدء عام جديد. نتحدث عن أن اليوم هو إغلاق أسبوعي وإغلاق شهري وإغلاق سنوي، ويوم الأحد طبعا ستكون هناك بداية جديدة للبورصات. فكيف كان هذا الأداء فيما يتعلق بالبورصات التي أغلقت مثل الإمارات والكويت؟ نتابع. إذن الكويت أغلقت على انخفاض بنسبة ضئيلة قدرها 0.9% بأقل من 6 نقاط، والمؤشر عند مستوى 5748 نقطة. أما أبو ظبي فقد أنهى المؤشر تداولات هذا اليوم عند مستوى 4546 نقطة بمقدار ارتفاع 74 نقطة، والمؤشر كسب اليوم 1.7% باللون الأخضر. أما دبي فقد أيضا أنهى المؤشر هناك اليوم على ارتفاع ب 0.3% بواقع 11 نقطة عند مستوى 3530 نقطة. كذا الحال في سلطنة عمان بنسبة 0.3%. أما بقية البورصات التي لم تغلق أبوابها بعد، نتحدث عن السوق السعودي، الانخفاض سيد الموقف ب0.4% بواقع 29 نقطة. أما قطر فيرتفع المؤشر ب1% في نهاية تعاملات العام 2016. وننتقل للمؤشرات الأخرى. طبعا مؤشر القطري عند مستوى 10436 نقطة بارتفاع 1% تقريبا. المؤشرات في القاهرة تتجه للأعلى ب1% بواقع 124 نقطة عند مستوى 12384 نقطة. لا ننسى دائما بأن البورصة المصرية الأسبوع الماضي ذهبت إلى مراحل قياسية وتاريخية ووصلت إلى 12700 نقطة في أول مرة في تاريخها تصل إلى هذه النقاط، وقد كسبت خلال هذا العام أكثر من 5700 نقطة تحديدا. في بورصة الأردن هناك انخفاض ب0.2% بأقل من 4 نقاط عند مستوى 2169 نقطة. الانخفاض أيضا يهيمن على بورصة بيروت بنصف نقطة مئوية. أما الدار البيضاء فالآن عند مستوى 11629 نقطة بانخفاض أقل من 3 نقاط. ننتقل للبورصات العالمية والتي ستغلق هذا العام يوم غد الجمعة وليس اليوم كما الحال في البورصات العربية والخليجية. داو جونز أنهى أمس تعاملات أمس على انخفاض ب0.6%، لم يفتح أبوابه بعد في الأسواق الأمريكية. أما الأوروبية فهي مفتوحة، ونتحدث عن أن اللون الأحمر يهيمن على معظمها. يورو نيكست انخفاض ب0.3% في المئة بأقل من نقطتين. كذلك طبعا كاك الفرنسي ب0.15% في المئة، وأيضا داكس الألماني انخفاض ب0.3%، وفوتسي البريطاني ب0.9% في المئة. أما الأسواق الآسيوية التي أنهت تعاملات اليوم فيهيمن اللون الأخضر على مؤشراتها. نتابع من هونغ كونغ هانغ سينغ هذا الارتفاع ب0.7% في المئة، كذلك كوسبي الكوري الجنوبي الارتفاع ب0.0%، وسيدني ب0.25% في المئة. ارتفاعات طفيفة لكن تعكس اللون الأخضر في
الأسواق الأسيوية على عكس الأسواق الأوروبية. أما الأسواق العربية فهي متباينة في آخر يوم لعام 2016. أسعار النفط والمعادن والعملات في هذا العرض، ثم نعود لنبدأ النقاش بعام 2016، حصاد البورصة القطرية والبورصات الأخرى. أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدين الكرام. في إطار تغطيتنا المتواصلة لعام 2016 البورصات العربية في عام 2016، اليوم الحديث عن البورصة القطرية يتزامن ذلك طبعا مع انتهاء هذه السنة فيما يتعلق بالبورصات التي طبعا تغلق الجمعة والسبت بالنسبة للبورصات العربية. البورصة القطرية حدث حتى الآن معدل تغير بلغ نحو 7%، و طبعا هذا المعدل يقاس سنويا، يعني إغلاق 2015 وإغلاق 2016 هناك ارتفاع إذا بنسبة 7%. في القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 560 مليار ريال بزيادة قدرها 8 مليارات من الريالات. قيمة الأسهم المتداولة بلغت 68.7 مليار ريال طيلة هذا العام. قطاع البنوك والصناعات استحوذ على ما يزيد عن 50% من إجمالي قيمة التداول. قطاعات البضائع والخدمات والصناعة صعدت، في من خفض هناك انخفاض ملحوظ لقطاعي العقارات والتأمين. حجم السيولة في السوق القطرية تراجع مقارنة بالأسواق الخليجية. المؤشر يستهدف تجاوز حاجز 10500 نقطة والوصول إلى 11000 نقطة خلال النصف الأول من 2017. 14 صفقة اندماج واستحواذ أبرزها، وهناك أيضا توقعات باندماج ثلاثة بنوك وهي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي. الإعلان عن إدراج شركتين وصندوقين استثماريين بداية عام 2017. إذن للتحليل والمتابعة نرحب بضيفنا الأستاذ هاني جرجس، كبير الوسطاء في شركة دلالة للوساطة. أهلا بك ومرحبا. إذن حصاد البورصات العربية، نتحدث عن البورصة القطرية، ما هي أبرز الملاحظات التي تأتي في ذهنك حينما نتحدث عن البورصة القطرية طيلة عام؟ في البداية كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين كلهم بألف خير. فيما يتعلق بأداء بورصة قطر، أحد الأسواق النشأة الواعدة، ده طبعا وفقا لكافة التقارير والترقيات اللي تمت بالنسبة لمؤشر بورصة قطر سواء من مورجان ستانلي أو فوتسي. أكثر الملاحظات اللي وفقا لحضرتك ذكرته هو معدل تغير قيمة المؤشر ما بين سعر الإغلاق 2015 اللي بيعادل سعر افتتاح 2016 وسعر إغلاق
2016 اللي هو يعتبر هنعتبره على اساس انه سعر افتتاح 2017. هي كرقم وصول المؤشر للمستوى ده بعد سلسله من التذبذبات سواء كانت بالانخفاض في يناير الماضي يمكن وصل في بدايه 8300 وكسور، وصولا الى اعلى سعر وصله في خلال العام الحالي في اغسطس 2016 كان بمعدل 11400. طيب برضو اعتذر منك للمقاطعه، هل معدل التغير يقاس بمتوسط العام يعني التذبذبات صعودا وهبوطا وبالتالي يؤخذ المتوسط وتظهر النتيجه بهذا المعدل التغير، ام انه يتم المقارنه بين اغلاق 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2016؟ بالضبط زي ما حضرتك مجرد رقم ورقم وليس متوسط كادوات تحليل، ومعظم المحللين الماليين الكبار والمحللين الفنيين الكبار وشركات الاستشارات والتحليل بتعتمد في الاساس على اخر سعر الاغلاق، كما هو الحال بالنسبه للاسهم. انا مقارنه اسهم واداء سهم باخر تمام، واداء حركه السهم نفسه برجع لسعر اخر اغلاق تم لليوم السابق او للشهر السابق او للعام السابق. وبالتالي نفس الموضوع هو كرقم اعتقد ان هو والله يعني ممكن العديد من المحافظ الاستثماريه الكبيره اللي بتبني استراتيجيات استثماريه متتبعه للمؤشر هتاخد بعين الاعتبار الرقم دوت لمقارنه ادائها الاستثماري على مدار 2016 بما باداء المؤشر نفسه. طيب ماذا يعني هذه النسبه ماذا تعني حينما ينظر احد المتخصصين او المستثمرين او المتداولين الجدد الى ان هناك نسبه تغير بارتفاع 0.07%؟ يعني ما الذي يعكسه هذا المؤشر؟ كقيمة مؤشر زي ما ذكرت لحضرتك كمؤشر لو هتستخدمه الشركات الاستشارات الكبرى ومدير المحافظ المالية كمؤشر معياري لأداء لقياس الأداء الاستثماري للمحافظة الاستثمارية خلال 2016 هيبين مدى كفاءة الاستراتيجية الاستثمارية التي تبنتها هذه الإدارة الاستراتيجية في مقارنة العوائد اللي هي حققتها مع العوائد اللي حققها المؤشر نفسه. احنا في الوقت الحالي يعتبر المؤشر تغير بسيط طفيف، يمكن ملاحظ ان هو بعد الانخفاض الكبير زي ما ذكرت لحضرتك وصوله ل 8000 وكسور في بدايه هذا وعوده الارتفاع الى 11400 ثم العوده مره اخرى الى الانخفاض لمستويات ال 9300، في الوقت الحالي يعتبر المؤشر الى حد ما عوض جزء من الخسائر بتاعته في انتظار ما سيسفر عنه الايام القادمه تحديدا من الاعلان عن نتائج اعمال الشركات، تحديدا من التوقعات باستقرار اسعار النفط عند مستويات ال 55 دولار وال 56 دولار والتي سوف تؤثر ايجابيا على اداء الاسواق العالميه مما ينتقل بالضروره الى اسواق المنطقه العربيه. جيد، ابقى معنا استاذ هاني. مشاهدينا الكرام نذكركم دائما بان يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحه برنامج البورصه على فيسبوك وتويتر. فاصل قصير ثم نعود لاستكمال بقيه الفقرات. كل قرار اتخذ تمت حساباته بدقة، قيمت مخاطره، جمعت الرؤى وتم تحليلها بعناية ضمن استراتيجية ساعدتني لتوقع ما سيحدث، وحين قررت كانت الجائزة. مع دلالة كل تجربة جديدة تجعلني أقوى. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. إذن البورصة القطرية تودع عام 2016 بارتفاع 0.07%. باقة من الأخبار الاقتصادية مشاهدينا الكرام ننتقل إليها الآن ونستعرضها مع ضيفنا
ونبدأ إذن مشاهدينا من السوق السعودي الأخبار من البنك المركزي السعودي وأيضا يسمى مؤسسة النقد العربي السعودي. تحدث عن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك بتسعة من عشرة في المئة بزيادة قدرها تريليون وستمائة وأربع وعشرين مليار ريال خلال نوفمبر لتنحسر عملية شح السيولة والتي هبطت بسبب أو شحت السيولة بسبب هبوط أسعار النفط. أيضا مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي السعودي كما أسلفنا تحدث عن تراجع أصول البنك المركزي خلال نوفمبر نحو 2 تريليون فاصل 8 أو 80 مليار ريال بانخفاض قدره 42 وفاصل 4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي. إذن قبل أن ننتقل إلى الأخبار الأخرى، ما هو تعليقك على ارتفاع حجم الودائع في البنوك السعودية؟ والبنك المركزي السعودي يتحدث في الوقت نفسه عن انخفاض وتراجع في أصول البنك المركزي. يمكن تراجع الأصول من وفق الإعلان مؤسسة النقد السعودي كان تراجع نوفمبر مع أكتوبر، وبالتالي احنا ما زلنا في انتظار ما ستصفر عنه الأيام القادمة والإعلان عن أرقام قد توضح في الوقت الحالي ما هي ثقة المستثمرين مرة أخرى في الأسواق المالية وتحديدا في القطاع المصرفي، وما بين التوجه العام اللي هيتم إن شاء الله، وده اللي احنا نأمله مع بداية 2017 بعد انحصار التذبذب اللي احنا شاهدناه خلال 2017 وعودة الثقة مرة أخرى للمستثمرين، ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية. ودعنا نختص وكيف تجاوزت السعودية فكرة انخفاض أسعار النفط فيما يتعلق بالسيولة؟ يمكن تنويع في مصادر الإيراد بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالضبط، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لمحاولة استقرار وثبات سعر النفط ما بين 55 و 56 دولار أملا في معاودة الارتفاع مرة أخرى، وأملا في الحد من الانخفاضات الكبيرة اللي صابت أسعار البترول خلال 2016 حينما يدخل اتفاق أوبك حيز التنفيذ في الشهر القادم، وبالتالي سوف ينعكس إيجابيا سواء على مستثمري المنطقة أو مستثمري البورصة القطرية. في خبر آخر مشاهدينا الكرام، وفي إطار محاولة لربط آسيا بأمريكا اللاتينية ولأسباب أخرى اشترت الخطوط القطرية الجوية 10% من أسهم لاتام، ولاتام هي أكبر شركة طيران بأمريكا اللاتينية. الصفقة تجاوزت 600 مليون دولار. إذن إلى أي مدى هذه الصفقات تؤثر في الأسواق، لا سيما إن كانت هذه الشركة أو تلك مدرجة في بورصة ما؟ خلينا نتفق إن خلال الفترة بتاعت 2017 اللاعبين الرئيسيين اللي كانوا موجودين في السوق هم بشقيهم سواء كانوا محافظ أو كانوا أفراد، هم المضارب والمستثمر. المستثمر سواء كان مستثمر متوسط الأجل أو قصير الأجل كان عنده نوع من الحذر، نوع من الخوف وفقا للأحداث الاقتصادية المتلاحقة اللي كانت خلال فترات زمنية قصيرة جدا. والمضارب في حالة وجود الشقين دول مع بعض في سوق مالي هيدفع بأحجام السيولة إلى الزيادة. المستثمر في الوقت الحالي سواء كان مستثمر متوسط الأجل أو طويل الأجل منتظر إعلان النتائج عن نتائج أعمال الشركات في نهاية 2016، منتظر بالضبط أخبار يمكن تؤدي إلى زيادة السيولة في خلال الفترة الجاية زي ما حضرتك ذكرت، إدراك شركتين مع صناديق استثمار، بالإضافة إلى إعادة تقييم لمؤشر مورغان ستانلي شهر خطوط الجواء القطرية لديها وجهات تتجاوز 150 وجهة في أكثر من 70 دولة. مثل هذه الصفقات ما تأثيرها على الشركات التي تعقد هذه الصفقات؟ في العادة لما الشركة بترغب في الاستحواذ على شركة أخرى أو إن هي تاخد حصة حكمة في شركة أخرى بيكون لي بعد استراتيجي من قبل الشركة المستحوذة على الشركة التي يتم السيطرة عليها، من حيث سواء كانت لزيادة الاستثمار جايز تكون في نفس الوقت فرص استثمارية واعدة وفقا للخطط الاستراتيجية ورؤية الشركة المستحوذة، ده رقم واحد. رقم اثنين قد يكون في بعض الأحيان الهدف الاساسي يعني الشركة من الاستحواذ خسائر وبالتالي دخلت خطوط القطريه على الخط زي ما ذكرت لحضرتك، يمكن يكون نتائج اعمال الشركه التي تم الاستحواذ عليها من قبل الخطوط الجويه القطريه
عندها وجهات عدة ممكن يكون من نتيجة سوء إدارة أو نتيجة عوامل أخرى تعرضت هذه الشركة للخسائر، إلا أنها في الأصل وفقا لرؤية مستقبلية فهي فرصة استثمارية واعدة. ابقى معنا أستاذ هاني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة بقية الفقرات، فكونوا معنا دائما. ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتي برنامج البورصة على فيسبوك وتويتر. أهلا مجددا. مباشرة نعرض للتعليقات التي تأتينا ردا على السؤال الذي طرحناه على صفحتي برنامج البورصة على الفيسبوك وتويتر، والذي كان يقول: ماذا تفعل لو كنت مسؤولا في بلدك لمواجهة التحديات الاقتصادية وكيف تعالج هذه المشاكل؟ نبدأ من خليفة على الفيسبوك، يعلق قائلا: أقرر خفض رواتب المسؤولين والنواب ب60% وأمنع كل لأشكال التبذير وأشدد عقوبة الفساد إلى حدود رهيبة. في تعليق آخر على فيسبوك أيضا لمحمد يقول: دعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة وحماية المنتوج المحلي من السلع الخارجية وتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا والتخلص من البطالة بعد تطبيق الخيارات السابقة. أيضا في تعليق ثالث: تحويل البنوك الربوية إلى إسلامية والقضاء على التجارة الموازية وإجبار رجال الأعمال المتهمين في الفساد بإصلاح مناطق وتهيئة ذلك. إذا الحديث عن الفساد يكثر في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية، ما حجم الفساد ومدى تأثير الفساد على الاقتصاد في البلدان العربية؟ أكيد الفساد له تأثير سلبي بصورة كبيرة جدا على اقتصاديات الدول اللي بتعاني من مشاكل متعلقة بالفساد، سواء كان فساد مالي، فساد إداري، أيا كانت أشكال أنواع الفساد. ولكن خلينا نتفق إن احنا لازم في البداية يكون الاستثمار في العنصر البشري نفسه، في الموارد البشرية، لأن هي في الأساس المحرك الأساسي لاقتصاديات الدول. و طيب، تعليق آخر ربما نستعرضها سريعا. تعليق على الفيسبوك: ما دام اقتصاد الريع هو السائد في البلدان العربية فلا يمكن أن نتوقع أي ازدهار اقتصادي حتى ولو بعد 1000 سنة. اقتصاد الريعي، ما هو الاقتصاد الريعي؟ الريع هو العائد. العائد هو المنظور الناتج عن استثمار مبلغ مالي معين. ده كتعريف محاسبي. بمعنى ان اي مستثمر بيرغب في استثمار في احد فئات الاصول بيبقى بيحسب هو هيدفع كام في الاستثمار وما هو العائد الناتج على استثماره هذا المبلغ المالي. فهو ده المقصود. وربما ايضا التعريفات الاخرى للاقتصاد الريعي يعني بان البلد تعتمد على المنتج، المواد الخام او شيء بدون تدخل اليد البشرية في إنتاج هذا. مظبوط، من منظور الاقتصاد الكلي. وفقا لكلام حضرتك مظبوط. طيب، ننتقل إلى تعليق آخر: حل واحد لكل البلدان العربية، القضاء على الفساد، بس المشكلة مستعصية لأن الرقابة نفسها فاسدة. نتابع: الحل في الاستثمار الزراعي والصناعة الغذائية في المناطق الحدودية وإعمارها، أيضا بالعلم ثم محاربة الفساد بجميع أشكاله، اتباع السياسة التركية بالنهوض الاقتصادي وتطبيق هذه السياسة بحذافيرها، الحل في التوقف عن السرقة والنهب واستغلال ثروات البلاد، أنزع الملكية عن كل من يترك الأرض بورا وأنظم الزكاة بشكل قانوني وأعاقب المخالفين وأحارب السوق الموازية للعملة وأفرض التصريح بالضريبة على المواطن من يوم ميلاده. لكن المشكلة أستاذ هاني، هل المشكلة في القانون أم في تطبيق القانون؟ مدى يعني إمكانية تطبيق القانون بشكل فعال ومن ثم الاعتبار لمن يقوم بهذه الاختلاسات أو الفساد؟ القوانين وضعت من قبل أشخاص، والهدف من القانون هو محاولة تنظيم، ولكن المنظومة مش الخلل، مش في القانون، الخلل في تطبيق القانون نفسه. فيرجع الأمر للقائمين على السياسات المالية والنقدية من حيث فرض ضرائب، محاولة توزيع الثروات. نعم. محاولة النظر إلى الموارد البشرية زي ما ذكرت، لأن هي دي في الأساس هو رأس المال لأي دولة للنهوض بالاقتصاد ومحاولة الوصول إلى
الاقتصاد الأمثل للدول. إذن في إطار المصطلحات الاقتصادية الخاصة بالبورصة والتي نحاول دائما أن نبسطها مع ضيوفنا الكرام، اليوم نتحدث عن تجزئة الأسهم. ما هي تجزئة الأسهم وماذا تعني؟ ونبدأ بهذا التعريف، أنها هي زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال دون أن يتبع ذلك زيادة في حقوق الملكية. إذن تجزئة الأسهم تقليل سعر السهم وزيادة أعداد هذه الأسهم لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على أسهم الشركة، إجراء تلجأ إليه الشركات عندما تتضاعف أسعار الأسهم بمرور الوقت وتصل إلى أسعار عالية لا تكون في متناول الجميع. ببساطة، ماذا تعني تجزئة الأسهم؟ تجزئة السهم أحد الإجراءات اللي بتلجأ إليها الشركات المدرجة. خلينا نرجع بس بسرعة، فكرة أن شركة تدرج أسهمها في البورصة الرغبة منها في الأساس ليس الهدف هو جمع رأس المال، وإنما الهدف هو محاولة تسهيل وتسويق أسهم الشركة. عفواً، بتلجأ الشركة بعض الأحيان إلى تجزئة السهم كأحد الأدوات في حالة إذا ارتفع سعر السهم بصورة كبيرة وبالتالي حيقلل من أحجام السيولة والاستثمار في هذا السهم، تلجأ بعض الشركات إلى تجزئة السهم بالضبط. تجزئة الأسهم نفسها عن طريق تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى قيم إسمية أقل مع الحفاظ على القيمة الإجمالية، القيمة الإسمية الإجمالية لأسهم الشركة المدرجة والمترحلة، وبالتالي أعداد تزيد، وبالتالي الأعداد تزيد، العدد هيزيد، سعر السهم هيقل، وبالتالي هيكون في متناول كافة المستثمرين، مما يزيد من السيولة المترتبة على هذا الأثر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هاني جرجس، كبير الوسطاء في شركة دلالة للوساطة، كنت ضيفنا في آخر تغطيات برنامج البورصة عام 2016. ومشاهدينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في عام جديد وتغطية مباشرة من هنا من قاعة التداول. هذه التحية من فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.